يتواصل التحقيق مع قيادات الصف الأول لحركة النهضة على خلفية تهم عديدة تتعلق بشبهة العلاقة بالإرهاب، إذ يمثل مرة أخرى الأمين العام الأسبق لحركة النهضة حماد جبالي أمام قاضي التحقيق في ملف يعد ثقيلا. أعتقد أن موصول السيد حماد جبالي رئيس الحكومة الأسبق في تونس حول موضوع الجوازات هو في الحقيقة يتعلق بملف التسفير، وأعتقد أن الأبحاث تقدمت بشكل كبير، وهذا الملف هام جدا أولا نظرا لضخامة المورطين فيه حوالي 830 شخص، وبطبيعة الحال هذا الملف سيحيلنا على عدة قضايا تورطت فيها حركة النهضة. ويرى مراقبون أن تواصل التحقيق مع قيادات الصف الأول من حركة النهضة الذين تولوا سابقا مناصب في الدولة قد يزيد من أزمة الثقة بين الرأي العام التونسي والأحزاب، خاصة تلك التي حكمت البلاد في الحقبة الماضية. مثول قيادات من حركة النهضة اليوم أمام القضاء وملاحقتهم في قضايا ذات علاقة بالإرهاب أو بمسائل أخرى ربما من شأنه أن يؤثر لدى الرأي العام على الثقة في السياسيين وفي كل من يمارس النشاط السياسي أو النشاط الحزبي ويصل فيما بعد إلى مناصب ومسؤوليات، خصوصا لما نعلم أن القيادات المحالة اليوم شغلت سابقا مناصب هامة في البلاد. وكان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي نفسه قد خضع لأكثر من مرة للتحقيق مع جهات أمنية وقضائية حول شبهات إرهاب وتبييض أموال، تحقيقات لن تقفل ملفاتها في مدة وجيزة بحسب مراقبين. وتبقى التحقيقات مفتوحة مع قيادات عديدة من حركة النهضة في شبهات علاقة بالإرهاب، تحقيقات كلما تقدمت ازدادت معها التساؤلات بشأن حقبة حكم البلاد الماضية وعلاقة أحزاب الحكم بالإرهاب طيلة أكثر من عقد مضى. سيف الدين العامري، سكاي نيوز عربية، تونس.